ما كفت على غسان. ليتس جو غسان، ليتس جو. الاسطورة زمت غسان versus the invisible man. اوكي رجع invisible. Not invisible anymore. اوكي game one. غشاش غسان اللي اختار سكن خضراء كامفلاج ما يبين بعدين ستيج. اي من بداية اكيد على طول. ويت اوكي اوكي سو ذس نو نو بدنا تشيك على طول بدأوا. يب الساوند تراك هذا رهيب حق زينيا. ايش ايش صوت ماي فيفرت بوكيمون ساوند تراك بس اتس تو جود. حقت مين؟ ايش لور كيبر زينيا. اه يا اتس جود بس اتس نوت ماي فيفرت اتس جاست سو جود. اوه اتس فاني ذات ماي فيفرت بوكيمون ساوند تراك از نوت ايفن فروم ذا جيم. From the anime. اه اوكي. اللي اشكر النينجا ثيم. انت ما سمعت؟ لا انا ما بعد ما خلص اسمعك فيها. هي حتخق عليها مره على طول. اتس جاست سو جود. هي من الانمي بس مين اللي سووها؟ جيم رينج. اوكي. سووها للانمي. بس نرجع للسالفه دي بعدين. أحب تلت. الوحش اللي شغيه مونستر. خزان. غسان. خزان. في باك ستوري لخزان برضو. انا عارف غسان. غسان وخزان كلها لا باك ستوريز. خزان ده شرقيه مونستر. بس غسان ما شاء الله من اول ما غير السنيك فجاه كذا انطلق. ريزولت كان يلعب يوشي. هو كان يلعب يوشي. شوف يوشي يوشي ازنت جست. انا اول مره شفت غسان، اول مره قابلت غسان كان غلبني وغلب بعدي سناك. انسومنيا if I'm not mistaken. لا لا مو انسومنيا. في كان فوي بس اللي قبل الانفيتيشن. اوه واز ات؟ ايه جا في لانه افتكر في مره ثانيه برضه كان قابل سناك وفاز عليه في البطوله. اي ثينك ات واز ذا ايفو كواليفاير if I'm not mistaken. لا ويت دقيقه هذيك كانت ساري اونلي. والله ناسي. ما اعرف بس انا اتذكر هذيك لانه كنت اول مره شفته وقلت واو يعني. Another up tilt. بس دحين he didn't drop Yoshi. Oh, he still has his Yoshi for like يعني كده for some certain counter picks where Snake doesn't work. I mean يعني ماني عارف ايش الماتش اللي Snake يتعب فيه و Yoshi ما يتعب صراحة. صح. Ice T يقول انه 4v4 كانت صح. والله ناسي بس اوكي. في مرة في الرياض على ما أظن قابل سناك وفاز عليه بس ناسي والله فين. أو ماي جاد رين. شوفوا الريدز حق غسان 3 ستوكس 3 أب تيلتس. غسان ريدز ار سو جود باي ذا واي. ذير سو جود. من الشاشة نفس الظاهر ولا؟ لا لا شفت. أوكي. إيه. بالطول بالعرض غسان يهز الأرض. شكرا بجن على المشاركة. اختفت على طول ما يبين. مشكلة انه كبر سلطان كمان يقول لك بالطول بالعرض غسان يهز الارض. غسان غسان لو سمحت. غسان حي سلطان حيو. اوكي جيم 2 كم فلاج عبر حديدي برضه كمان. يب غشاش غشاش عشان كذا زي ما تخسر اول جيم. يب ما شافوا. شفت الاكستنشن اللي سواه؟ نير انت نير داون تيك باك هير. والله الشات كله بالطول بالعرض خزان يهز الارض. حبة تعزيز صراحة لانه كلهم يا اخي ذير اول هوميز يا اخي. نو نو الشات كله 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 حتى كلهم كوي باستا صار كله. خلاص اسمع شباب كلكم حطوها في تويتر واعملوا تاج لغسان. يلا الحين كلكم حطوها في تويتر تاج غسان بسرعه. خلوكم بباستا يطلع يطلع زكي. حتى الناس اللي ما يعرفوا غسان صار يحطوا ايوه قاعد اقول لك صار كومي باستا. بالطول بالعرض خزان يهز الارض. خزان اوكي هذا ليد لي زيموث كرنج جبته. والله ما عندك اي كرنج. والله بطل ذا تشامب ديزيرفز بطل الشرقية. Yeah it's cute. ألتيمو مو موجود هنا في الفنيو؟ كان موجود جاء. موجود طيب ليش؟ هناك هو إيش دخل في الجات؟ هو في أتوقع مجرد ركز ركز عندك يا ألتيمو. أوكي غسان مرة. أوكي أنا ما أشوف السكان. ما. سام تز أدفانتج أنا فرق سكان من ترى تمام. اوكي ايكا على 3 ستوكس جاي اوف سنيك لسه داون ثرو طلع ماش اوت اول ما وصل 160
عيسى 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 بس خلاص اني جراب جراب زي ما تزداد ان ذا ستاك بس كمان اي نير او اولموست بدي خبر صراحه من خارج الكواليس اوه توكي انيميتد كتاب مين جايز جايز توكي انيميتد توكي توكي از اوت اوف ذا تورنمنت جايز ذا سيدد نمبر 1 از اوت اوف ذا تورنمنت اوريدي 2 لاست هيت 3 2 لاست هيت شفت تبغى الصراحه اسال فلمبان ايوه انا قلت له انا امس قلت له قاعد اتكلم معه قلت له انا احس ان توكي هي توكي ما حيفوز التورنمنت I called it out by the way. Okay, بس لحظة يعني مو. أنا ما توقعت إنه توكي أنا توقعت إنه يجيب التاني زي كده بس إنه يطلع. He doesn't even make it top 8. What? Guys, this is huge. Wow. Toki is out of the tournament من Gogeta, Toket. 3-2 last situation. Guys, this tournament is just. اوكي اسمع انا من جد انا احتاج بريك ابغى اهدي شويتين قبل أن نرجع من التوب 8 بس احنا اصلا هذا اخر ست حنشوفه حاليا بعدين بناخذ بريك خفيف. قبل لا نرجع للتوب 8 وخلينا نسوي ريفلكت لانه التوب 3 سيت كلهم في لوزر وتوكي راح واحد منهم برا واحد منهم طلع اصلا مره ايش صاير؟ اوه ماي جاد انا ما اعرف ايش قاعد يصير في 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 اورا غريبه هنا ساكك صار في ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ ايش؟ كيف؟ بجد what the bro yes there is a fox main in the tournament float من الشرقية راح بوكيمون ستاديوم عشان غسان احد اللون الاخضر I just know اصفر اوكي هلو انا عندي عملوان ما ادري ايش فيه المهم يعني يبين شوية صعب ينشف مو 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 كيف فلاج صعب ينشف نير نير اب تيلت اب نير سان ازنت لوكينج جود زيموث شوف زيموث عنده سنيك اكسبيرينس ضد ايماس ايماس هاز ا بوكيت سنيك باي ذا واي وكمان في سمعت عبد الله ازهر سمعت من زيموث انه تحسن شوي لسه ما قد خسر له بس يعني ليفل يا ازهر از جود يا انا سمعت زي كذا و صاير الحين اب ثرو اب اير هذه مش سليك سماش فور سليك سوى هايلايت للكومنت بالطول بالعرض بس انا في غلط بسيط في الكومنت بالطول بالعرض خزان خزاني انا ما اعرف الباك ستوري مره ما عاجبني a lot of upsets are happening this tournament يا اخي بشكل شكل يخوف شفت كيف يا نبته قلت لك تعال يا اخي انتوا بس افتحوا البراكتس وشوفوا ايش بيصير ليه ما سوى ابتدت غسان دوبه حاول يسوي جراب ثاني ما اعرف مجيد انتوا بس بالله شباب احد يحط البراكتس في الشات انتوا بس افتحوا البراكتس وشوفوا the amount of huge upsets is just excited it's so scary والله مره يخوف الوضع يا اخي من جد دحين حاليا no one has any idea who's gonna win طبعا توكي was like the seeded first like the most likely to win احمد للمره المدري كم رياض كينغدوم سعودي ارابيا اوكي انا بجد سليم سواها من جديد بيخلص حقته تستاهل البوينت تستاهل حبيب والله بالطول بالعرض غسان يهز الارض بالطول بالعرض غسان يهز الارض بالزيموث في غلط خزان زيموث isn't looking as clean as the first game لأنه قربوا الله إيش ربي هذه أبغى عندي سؤال إيش ربي عيسى زيموث let's go سالمون oh my god سالمون هذا فيك شمين من جدة he's a man of culture by the way المهم okay This game is evenish. زي ما قاعد تسوي ابيات غريبة مرة. عندنا نجا سيف لأنك أنت حترجع تمسك صحيح. فما فيها شيء. بس الكويستر من كانت اللي سواها في النص وهي قت هي لاست ستاك. يب. سببها.
Oh my god. Oh yeah. Oh no, wait, it's not enough. Snake is heavy. I'm dumb, you think. Okay, I mean, it's my his arms might have been nerfed. That wasn't Marah. Yep. Nerfed. Visual nerf. Oh! شايف بقول لك الا عيسى في اللج ايوه سيف اب تيلت اب تيلت كل واحد يبغى كل واحد يبغى اب تيلت اوه داون تيلت من خزان اب هي سوبر ار ون جراب ون غسان داش اتاك تيكس ات تيكس ات اسمع اسمع شو 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 لو غسان فاز الست هذا ترى ات از ان اب سيت از ويل غسان از ذا دارك هورس اوف ذا تورنمنت باي ذا واي لا تنسى انه زيمث از رانك سكند ولا حاليا بما انه موسى مشي هيز فيرست ان جده غسان قاعد يتحسن انا قلت حاجه اخر فوي تورنمنت رحته من زمان مره قلت اعطوا غسان مده راح يصير توب بلاير راح يصير نمبر 1 هو حاليا ترى يعني 2 توب 4 توب 5 في الشرقيه بالراحه 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 اعطيه شويه وقت راح يصير توب 1 ايزي يعني هيز اوفر ديك زون اي ثينك فور رانكينج اوه اوريدي ما شاء الله اي ثينك سو يعني بالنسبه هو دخل متاخر فمره كويس مين هو؟ غسان لا غسان من زمان يلعب اللعبه بس يعني بس دخل يعني هو الباور رانكينج يحسبوه بالنقاط يا فهو دخل متاخر ترى يعني في البر يس يس ايوه دخل متاخر هو بقول لك من يوم ما لقى جود مين هي كانت لي ذا بيست سنيك شرقيه بعد لطيف لان لطيف اصلا بطل يلعب اللعبه لطيف ما مش عارف ليش يعني مع انه كان داخل دخله مره قويه في بدايه اللعبه اوكي اتوقع الباك اير اوكي بالا اب اير اوكي داش اتاك نيتشيتا اوكي ناس داش اتاك اوه ذا تالموس تو توكن اوكي ال الاثنين شيء كانوا كلهم او ماي جاد ما مات صح؟ لا ايه لا لا يزدد ما يبين عنده المشكلة فوق اللي اعطيك على طول دود اوكي هاي ذا واز باد دي اي ذا واز باد دي اي بس ما ادري ات كود بي يعني لايك خلاص هو كان يسوي داش باك بس وصارت باد دي داون ثرو بتنفجر قنبلة لا اوكي فورت يا اخي انا أوكي. ما انا ما احب سنيك بس احب اتفرج على سنيك حق غسان شوف سنيك انا اكره العب ضده بس ما احب بس احب اتفرج عليه مره احب اتفرج عليه اوكي دود الاكستنشن اللي مع نيكيتا النيكيتا هي اللي هي لو انه ما سوى نيكيتا لو يا الله يا اخي ما اعرف ايش اقول خلاص ايش البطولة الحريقة دي؟ ايش البطولة الحريقة دي؟ خلاص انا فزت دقيقة يا اخي هذا الجيم كذا مغلط هذا الجيم بعد اخر ناس لاست جيم في الاولى اوكي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اوكي اثنين لاست جوك غسان ستيل هاز تشانس انه يردها 80 ما هي لسه بقول 80 ما هي مرة سطير اوكي توتو زي ما قلت لك اوه ماي جاد ايش ده زي ما قلت لك الجيمز اللي اون ستريم اغلبهم ايش بيصير اغلبهم اوكي صح يا عيال ايش بيصير جدا بويز ليتس جو البطولة هذه تخوف زيموث ايك فيرسس سنيك وانس اجين اوكي ترى اسم زي موث صار له ليفل اب صار بالاف زي موف اخر حاجه زي الموف لا لا اخر ليفل لسه ما وصل هذا ميجا ايفولوشن زي الموف اوه سبونسر حق موفي It all makes sense now It all زي الموف اوكي خلاص لايك بيربل خلاص انا قاعد اشيك البراكت اوكي سيرايدر فاز 3-2 على مين؟ سيرايدر فاز 3-2 على سكاي واريور اوكي جوجيتا طبعا فاز 3-2 على توكي بوشاهين وجرتكس اظنهم لسه بيلعبوا حتى الان ما شعور بوشاهين شايفه هنا بيتكلم لسه ما لعبوا
انا مهم الماتش الخسران من هدول الاثنين حيباري ابتوت على ابتوت سنيك ما يهمها الوزن وزنك هيفي ولا لايت برا داون اير اوت اوف شيلد تسوي كذا 41% كذا ببلاش اوه خسران خزان خزان اون فاير 66 على طول كذا خزان اون فاير مره خزان اون فاير فرق ستوك كامل يرجع انا مستغرب انه زيرف ما بيعمل بان لي بي اس 2 لانه كل مره بيلعب بي اس 2 خزان بيفوز صح صح والله بعدين حاجه ثانيه خزان كتب في تويتر انه الفيفورت ستيج حقته بي اس 2 ولما احد يسوي لها بان هو يزعل قال يمكن زيمث ما شافها بس يعني اصلا كمان يعني هو بيفوز فيها كثير فالمفروض انه زيمث من البدايه يعني فوتلت ما خلاص فرق ستوك كامل شوف ما هي مستحيله بس مره صعبه انه زيمث يرجعها يب مره صعبه بس لسه في هوب ذير از هوب بقول لك هي مش مستحيله هي صعبه بس مش مستحيله هو يعني قرب يشيل الستوك لو نزل بلاتفورم كان ممكن شال الستر صقر not looking يعني happy otherwise كان راح يصير الخط بي oh my god he tried to read that roll غسان كان يبي ينهيها قال لك خلاص انا بخلص literally بينهيها with an explosion yes literally عمي كل شيء يسوي explosion اصلا هنا هي هذا explosion برضو يب هذا explosion برضو حتى ابتدت explosion كل شيء explosion كل شيء قوتها قوة explosion كيني اوه لا كان بعيد يس ما كان حيجي برضو بس ترى طويل سيفر اوه يا بس برضو بعيد نتشيتا غسان is looking for after down throw بيسوي الريد لا ما قدر اثاني ابتلت اوكي يقدر اوكي ابي he almost got it يقدر يسوي الاب بي حقيقي اللاست تشانس حق لا لسه مو هذا اللي بيخوف اوكي زي ما قلت قايل لك هي ما هي مستحيله بس صعبه هي المشكله ان وان اب تلت داش اتاك تلت اواي وان اب تلت لا اوكي اوه ماي جاد ايش بيصير البطوله